ان شاء الله كل عام تحيي بخير وعيدك مبروك. هذه حاجه بسيطه من قناه القلم، تقدير للمجهودات اللي تقوم بها من اجل تونس. بارك الله فيكم وبارك الله في قناه القلم ومجهوداتها جباره والتشجيع نتاعنا زاد. هذا يبث فينا معناها حب العمل والمواصله على الدرب. كل عام وانت حي بخير، وكل عام والشعب التونسي كله حي بخير. وفي البداية نحب نقدم تحية شكر وإكبار لزملائنا من الجيش الوطني وجميع الزملاء الأمنيين، سواء شرطة، حماية مدنية، حرس وطني، سجون وأسلاح، وكافة الأسر الأمنية. يا قيد ثورة الأحرار دمك أنهار، عزمك ما تصدوه. ان شاء الله كل عام وانت بزاده حيين بخير، وان شاء الله بلادنا بالف خير. يا شعب من تحت رمادي نيران، يا شعب يعطيكم الصحه في على البادره نتاعكم قناه القلم، نشكرها. بالنسبه لنا احنا ضي واجبنا وبلادنا نحموها، ما عندناش حتى مزيه في كل الاوقات، في عيد ولا غير عيد، ونخليو نسانا ونخليو عائلاتنا وامهاتنا ونجيو نحميو تونس. صرخات جنات الحريه لداك، نبيتو بصرخات جنات. يا شعب العز الاولاد، شمس الحريه ما تبان. يا شعب العز الاولاد، شمس الحريه ما تبان. ميرسي على اللفته هذيا، ان شاء الله كل عام خير، ان شاء الله عيدكم مبروك. نحب نعيد على الناس الكل وعلى الشعب التونسي الكل، ان شاء الله يعم الامن وترجع بلادنا كما كانت ولاباس، والحمد لله وميرسي على اللفته هذيا. ساكت وعايش في الهم، تحيه مني ليكم للشهداء اللي ماتوا، اللي ضحى بحياته واللي دافع على بلاده. ديباسي لو مور بور افوار ان بون ديستان. تونس قبل الدار وقبل كل شيء، لازمنا باش نحماها في وقت كما هذا. ان شاء الله عيدكم مبروك انتم الاولى، وان شاء الله عيد التوانسه الكل بخير. بمناسبه العيد نحب نعيد على الناس الكل، على التوانسه الكل، واحنا اللي هنا باش نحمو تونس وباش نرعاها ونرفع رايه العالم وين ما كنا. حررنا، طهرنا من ليل الظلمه. في عينيك ضحكت. شو احساسك وانت بعيد على الدار في نهار كيما هذا، نهار العيد؟ احنا سامي كما تعرف ديما متجندين، ما عندنا لا عيد ولا، ديما في الخدمه الحمد لله، ديما موجودين. احنا هنا مضحين في سبيل تونس، نعيدوا في الخدمة، وهذا أبسط شيء نقدموه لتونس. الحمد لله نخدم على بلادي، نخدم في بلادي وما عنديش على حتى مزية، ونخدم كل في بلادي. عنا بلادنا قبل الدار، نكملوا مهمة البلاد ننشطوهم، بعد تجي الدار نروحوا بعد الدار ونفحوا بعد كل شيء يجي فوق. احنا ما عندناش احنا بالنسبة قوات الأمن الداخلي ولا قوات المسلحة ولا غيرها، ما عندناش احنا أيام عيد. احنا العيد نتاعنا كي نبدا، كي تبدا المواطن يعيد مرتاح وآمن في حياته ومع عائلته ومع صغاره. أنا مانيش بعيد على داري، أنا في داري، داري هي تونس، فهمتني، وأنا نخدم كان تونس، فهمت، وداري ديما بحذايا، وتونس في قلبي الأولى قبل داري وقبل الناس الكل. هذه واحد يخدم على جال تونس، وهذيك هي خدمتنا، واحد بعيد على الدار، واحد يجي يخدم في الليل في النهار، ريسك برشا حاجات، واحد يقول كل عام والشعب التونسي بخير. نحبك يا شعب، نحبك يا شعب، نحبك يا شعب، نحبك يا شعب، نحبك يا شعب. شي ميساج تحب توصله للشعب التونسي ولعائلتك بالمناسبة هذه في يوم العيد؟ الشعب التونسي ان شاء الله كلكم عيدكم مبروك، وان شاء الله بلادنا في حسن، ان شاء الله بلادنا الامن يستتب، وان شاء الله بلادنا تريد. قول لهم تهنوا تونس برجاله، وان شاء الله عيد التونسي كله بخير. عاونونا كمجتمع مدني باش توضح لنا الرؤيه باش نخدموا نحن، فهمتني ولا؟ ان شاء الله الامن يعود ولاباس، وتونس ترجع لاباس كما كنا ولاباس الحمد لله. والله نحب نقول للشعب التونسي ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله تقفوا معنا يد واحده من اجل تونس العزيز علينا.